يزيد فريق الوداد الرياضي صعوبة في إجراء التعاقدات الصيفية المتبقية له بعد إجرائه لبعض صفقات التي شملت جلها خطي الهجوم وخط الوسط. وأكدت مصادر مطلعة أن توصيات بلغت رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري تفيد التركيز على التعاقدات الصيفية على خط الدفاع جراء الخصائص الذي يعاني منها الفريق في هذا المركز. وأتابع أن الناصري يصادف صعوبات تهم التعاقد مع مدافع أو اثنين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لنذرة الأسماء القادرة على حمل قميص فريق الوداد الرياضي وخلافة أشرف داري في الفريق. وأجرى فريق الوداد الرياضي صفقات في الميركاتو الصيفي أبرزها المتعلقة باستعادة محمد أونزم وضم مهاجم الرجاء الرياضي السابق حميد أحداد، بالإضافة إلى سيف الدين بوهرة قادما من شباب المحمدية كمعار. ويلزم فريق الوداد الرياضي ضم بعض الصفقات الدفاعية لأن الحسين عموتة مدرب فريق الوداد الرياضي يلعب بشكل أساسي على الدفاع.